أدى اتفاق جنيف النووي بين طهران والقوى العالمية إلى ازدهار صناعة الحلي والذهب في إيران، كون أن الاتفاق ينص على رفع الحظر عن هذا القطاع الهام في البلاد. إلى ذلك بدأت ورشة الذهب تهيئة كوادرها من جديد لدخول السوق العالمية بالذهب الإيراني الذي ما زال يحمل سمعة طيبة على مستوى العالم. يعتبر قطاع الذهب الإيراني من القطاعات البالغة الأهمية في البلاد، ورفع الحظر عن بيعه سيوفر سيولة مادية كبيرة ويعزز من احتياطي النقد الأجنبي، إضافة إلى تنشيط هذه الصناعة التي يعمل الإيرانيون على تطويرها لتغدو بحسب تعبيرهم خلال سنوات قليلة مقبلة ثاني أهم مقومات الاقتصاد الإيراني بعد النفط. عانى قطاع الذهب في إيران وخاصة المصنعين خلال السنوات الأخيرة من معوقات عديدة للعمل كاستيراد سبائك الذهب الخام وتصدير المنتجات بفعل الحظر. إن شاء الله عندما يرفع الحظر وتأخذ صادرات الذهب الإيراني إلى الدول المختلفة مسارها الطبيعي، ستعود علينا بمردود يسير من النقد الأجنبي. اتفاق جنيف النووي يقضي بإلغاء القيود المفروضة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة في إيران، الأمر الذي سيخلق فرصة ثمينة لرجال أعمال الذهب في تركيا والإمارات والعديد من الدول للتجارة مع إيران. كذلك سيسمح للذهب الإيراني المصنع بمواصفات تناسب إمكانية الشراء بحسب الدولة بالدخول بكثرة إلى بلدان إقليمية وعالمية. بعد أن يسكب الذهب ويبرد أهيئ له حجرا يناسبه، وبالتأكيد عندما ينفذ قرار رفع الحظر عن الذهب ستنخفض أسعاره وترتفع قدرة الناس الشرائية، وبذلك سيزداد رونق عملنا ويشهد القطاع تطورا كبيرا. تصل قطع الذهب المصنعة إلى يدي لأقوم بتجميعها وتزيينها بالأحجار الكريمة والسلاسل بهذا الشكل، وأتمنى أن يتم تنفيذ اتفاق رفع الحظر بأسرع وقت كي تدخل هذه القطع إلى السوق العالمية. أسعار الذهب والمسكوكات في إيران شهدت انخفاضا ملحوظا بمجرد إعلان اتفاق جنيف وحتى قبل إجرائه، ما خلق حالة من الارتياح النفسي سادت السوق، فزاد إقبال الناس على شرائه وارتفعت أسهم اقتنائه لديهم مقابل العملات الأجنبية. تغيير المسار الغربي توضحت معالمه بعد جنيف النووي، وتنفيذ الاتفاق سيفتح آفاقا واسعة من العمل تبدأ بدخول الذهب الإيراني إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. عباس نشاب، قناة الكوت، طهران.